السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام المشاهدين ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. جبت ليكم اليوم ان شاء الله واحد الوصفة غزالة غتشكروني عليها. كتصايب في رمضان ان شاء الله، في العواشر ديال رمضان، بحال المخرقة، بحال السفوف، بحال، ولكن هي حلوة، فاسية، مكناسية بامتياز، وانا كنحماق عليها يعني من صغري. الوالده ديالتي راه كانت كطيب هادشي ديال الطبخ البلدي ديال العراسات وداكشي، وكانت كتصاوبها بزاف في العراسات. فاليوم جيت نشارككم ان شاء الله الوصفه، غزاله وبسيطه، يعني ما فيهاش يعني شي حاجات بزاف. غالبا كيديروها تقريبا، كيعجنوا العجينه وكيقليوها في الزيت وتيطحنوها تيديروها مع اللوز، ولكن انا غادي نديرها. خديت جبت واحد شويه، لقيت الوالده دايره مخرقه، صوبات مخرقه. ان شاء الله هاد الايامات ديال شعبان، منين ندخل شعبان وغنبداو لي كوموند، غادي نشارك معكم ان شاء الله الوصفه ديال المخرقه ديال الوالده ديالتي. على بركه الله نبدا معكم. عندي هنا واحد شويه ديال المخرقه اللي غادي ندقها في المهراز، ما بغيتش نطحنها، بغيت ندقها. غادي ندقها حتى تولي ليا على هذا الشكل هكا. عندي الورقه حيت عندي دايره في الفريغو، غنقليها في الزيت عادي، يعني غنقليها، غنوريها لكم ان شاء الله. عندي هنا اللوز اللي غادي نطحنو باش نديرها معاه من الداخل. انا ان شاء الله غتشوفوا المراحل. عندي هنا غير اللوز الزواق، عندي هنا واحد شويه يعني راس معلقه ديال القرنفل، عندي معلقه كبيره ديال القرفه، هنا معلقه كبيره ديال المسكه الحره، عندي هنا العسل على حسب، عندي تقريبا هنا واحد زلافه كبيره بحال هكا اللي سخنته من قبل، وان شاء الله نوريكم المراحل. انا رجعت لكم. منين طحنت هاد المخرقه زدت عليها العسل، زدت عليها الماء الزهر، القرفه، القرنفل، المسكه الحره، لان سمحوا لي تقطع لي واحد الطرف ديال الفيديو، الله الا سمحوا لي بزاف، عرفتي كانت تيسحب لي. درت انا كنشارجي وانا دايره بوز، وعاود تيسحب لي، قطعت الفيديو ولكن هو خليته دايز يعني 10 دقائق ديال الفيديو واحد. عرفتي بقيت غير كنضحك بوحدي ما شاء الله، راه والله بعد خطرات الراس ملي تيكون عامر هذا كنبقاو غير نخربقو. لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم معايا كي جات؟ انا طفيت عليها باش نخليها تبرد. هنا غادي ندير عليها ديك الورقه اللي قليت. منين نزيدو الورقه ديالتنا، وقبل ما نزيدو غادي نكونو كنحاولو نجيبو داك الخليط ديال المخرقه والعسل، نبقاو نديو نجيبو حتى ينشفوي هاد اللوز، حتى يدخل داك العسل كله تشربو داك المخرقه، عاد نزيدو الورقه ونزيدو اللوز. الفلاليه ديالتي ها هي، الحلوه غزاله كتجي، كنتمناكم ان شاء الله تجربوها. درتها في الوسط، كاين هذيك راه الزبده بلديه، هي غزاله كتجي، وكتجي مقرمشه ملي كتمضغوها. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، ما تنساونيش بالدعم وباللايك ديالكم. السلام عليكم.